عدد من النجوم صدموا محبيهم برحيلهم المفاجئ، ودعوا الجمهور بشكل مفاجئ، وعاش أهلهم لحظات حزينة على فراقهم. تركوا الجمهور، لكن ذكراهم وأعمالهم الفنية أثرها موجود. الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين الملقب بكابتن السينما اللبنانية رحل بعد صراع طويل مع المرض. كان قد أجرى جراحة دقيقة في المخ، لكن وضعه الصحي تدهور بشكل سريع ومفاجئ، عجز الأطباء عن علاجه. سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، وظهر نجله أحمد وعدد من الأصدقاء المقربين في حالة تأثر شديد خلال مراسم الجنازة. صلاح السعدني كان بعيداً عن الأضواء طوال السنوات الماضية بسبب إصابته بمرض الزهايمر، لكنه ترك لمحبيه أعمالاً فنية مميزة ستظل موجودة لتخلد ذكراه. غيب الموت الفنانة شيرين سيف النصر عن الحياة بشكل مفاجئ، وتم تشييع الجنازة ودفن الجثمان في سرية تامة بعيداً عن الأضواء والإعلام. وأكد المقربون منها أن شيرين أصيبت بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم. غياب شيرين سيف النصر كان صدمة لجمهورها، خاصة وأنها بعد غياب طويل كانت تستعد للعودة من جديد للفن. جميل برسوم رحل عن جمهوره في بداية مارس الماضي، وكان هذا الخبر صدمة كبيرة لأنه كان يتمتع بحالة صحية جيدة. رحيل جميل برسوم لم يمنحه الفرصة لمشاهدة آخر أعماله الفنية التي تم عرضها في رمضان. الملحن حلمي بكر رحل عن عالمنا في بداية العام الجاري بعد تدهور كبير وملحوظ في وضعه الصحي، وشهدت الأيام الأخيرة من حياته صراعاً وخلافاً كبيراً بين أسرته وزوجته.